بدنا نحافظ على أناقتنا بالسفر، خصوصا انه بدنا نفوت لاماكن دينيه، اماكن تاريخيه، بدنا نتعامل مع اشخاص، ناس ما بنعرفهم، فينا نكون راقيين وانيقين ومرتاحين بذات الوقت. اهلا وسهلا فيكم. اليوم رح نحكي عن الاشياء اللي مفروض نبتعد عنها، مثلا تياب الرياضة اللي هني معمولين لينلبسوا بالأماكن الرياضية، مثل مثلاً ليجينج مع السبورتس برا. هيدول بيفصلوا الجسم كتير، منهم حلوين، ما فيهم أناقة، ما في جنس الروكي فيهم. الأفضل نبتعد عنهم، خصوصاً الشورت اللي بيبقى معمول هو لسبر، والشورت اللي هو كتير قصير. فينا نلبس شورت ولكن يكون بطول معقول، وخصوصا اذا جسمنا حلو. ما بدي انسى اهم شيء، مش اذا نحن موجودين على البحر نكون لابسين مايو نتمشى فيه على الطرقات، مش حاطين شيء فوق منه، ما بفتكر هالشيء لايق، وكلكم بتعرفوا هالشيء. بدي اخبركم حادثه صارت معي انا شخصيا. كنت موجوده بامريكا بمنطقه على البحر، كنا موجودين بكنيسه، فت لصلي والا بتلاقي كابلز جايين ولابسين مايو. يعني ما بفتكر انسان في فوت على اماكن دينيه لو القانون بيسمح له، لانه اكيد لو كان ببلدان غير بامريكا يمكن كانوا ما سمحوا لهم يفوتوا بهالشكل. بس ولكن هونيك بيتركوا الحريه للشخص، هو الشخص مفروض يعرف انه انا موجود باماكن دينيه ام اماكن تاريخيه، مفروض انا حافظ على الاناقتي اكيد، مفروض حافظ على الروكي تبعي، والأهم إني حافظ على الاحتشام تبعي. ما في شك إنه حفاظاً على لياقتنا ما لازم كمان تطلع ريحتنا مش حلوة، مشان هيك الأفضل نبتعد عن كل اللباس اللي هو بوليستر. أوقات كتير بتشوفي كمان خصوصاً ببلدان الحارة كمان للمحجبات ننتبه نبتعد عن البوليستر مثلاً اللي كله نايلون، لأنه بدنا نمشي بدنا نعرق بدنا نتضايق. خلينا نمشي بالقماشات اللي هي مثل القطن، مثل مثلا دخلها نتفة بوليستر مثل الجرسي، بس مش كلها بوليستر. أم نلبس لان؟ بعرف إنه في كتير ناس بتقلي إنه اللان بيجعلك كتير، بس معليه جعلكو كتير حلو، والقطن إذا جعلك كمان كتير حلو، ما في أي إشكال. هيك منضل مرتاحين ونبتعد عن أهم شيء بإجر. الإجر بتعرفوا انه نحن بدنا نمشي كتير كتير كتير، بعرف انه لازم نكون مرتاحين، صار في اشياء عريضه فيها تريحنا كل النهار، نبتعد عن الفليب فلوب، لانه اوقات نبقى ماشيين باماكن فيها حجار وبدنا نطلع وبدنا ننزل، لازم نبتعد عنها. نلبس سنيكرز ولكن نبتعد عن الهايكينج شوز، اذا مش رايحين نتسلق جبال، لشو بدنا نلبس هايكينج شوز؟ قدر الامكان نكون انيقين وراقيين. في نقطة أوقات السايح ما بينتبه لها ولكن تعطي فكرة عنه كتير غلط، مثلاً في تيشيرتات مكتوبة عليها إشياء مبتذلة، إشياء بتزعج أهل البلد، أم بيكونوا عم بيحكوا شي جملة بتخص البلد بذاته. من هون لازم نبتعد عن هالشي. ما في شك إنه أجمل شيء بالسفر، خصوصاً لما بيكون في شمس، نكون حاطين شابو، بيعطي أناقة، بيعطي مظهر حلو، بيعطي جمال، ما في أشيك منه. إذا أمكن يكون له شيء مثل مغيطة ولا شيء، لأنه أوقات ما قلنا جلادي نحمل كتير إشياء معنا. العوينات السنة درجة كبيرة وحلوة، قدر الإمكان بتعطي كمان شياكة، بس ننتبه إنه البرنايطة من بعد الساعة 6 لازم نشيلها من عشية. العوينات لما نحكي مع الأشخاص رجاءً وين ما مندخل نشيل عويناتنا، هن عويينات شمس. في شغلة كتير لازم ننتبه لها هي المجوهرات، يعني قدر الإمكان ما نكون نحن هون منا جايين نستعرض مجوهراتنا، نزيح عن الأشياء اللي ممكن تسبب لنا أي مشكلة أم ننسرق بكل بساطة. هيدول بدنا نبتعد عنهم. وأما بما يخص الجزادين، في جزادين صارت كتير حلوة ودارجة وكبيرة من دون ما نستعمل هالباك باك اللي بياخد كتير وسعة، مننسرق بسهولة، وإذا
اضطرينا حابين نحط مي، حابين يمكن في ناس ما بتتضايق انها تحمل شيء ثقيل، ما بعرف، انا شخصيا ما بلاقي انيق، ولكن اذا استعملتوه كل شيء ثمين بده ينحط ميلة الظهر، ما يكون ميلة البرانية تما ننسرق بسهولة. وانتو بتعرفوا انه في بلدان بيخزقوها بالسكين يمكن، وبينزل كل شيء من الغراض. الانتباه، الانتباه لما نفوت بمترو، لما بنكون بباص وين في عجقة كتير، ما ناخد وسعة بالباك باك تبعنا نشيله ونحطه قدامنا هيك، ما بنعود ناخد وسعة. أهم نقاط هي هلأ الإتيكات. بمجرد إنك تركت بيتك أنت صرت ضيف، يعني بدك تتعامل مع الأشخاص كونك ضيف عندهم مش صاحب المحل. الأشخاص اللي بيستمتعوا بالسفر هن الأشخاص اللي بيتصرفوا مثل أهل البلد، يعني أولاً بتيابنا إذا لابسين زي مش زينا دغري الأسعار بتطلع، بدنا ننتبه. بعدين بدنا ننتبه على ثقافة البلد، الكلام، لغة الجسد تبعنا، في بعض الكلام وفي بعض الحركات إلى معاني مختلفة من بلد لبلد تاني. مثلاً أنا بعرف في بلدان إذا بتقول مثلاً امرأة هالشي مش لايق، بدك تقول سيدة. مثلاً نحن بنقول أوكي مثلاً جود، في بلدان تعتبر هل الحركة قليلة الحياة، يعني بعتذر، ولكن لازم نعرف هالإشياء، حركات الكلام، يعني نسأل عن ثقافة البلدان قبل ما نروح لعندها. كمان ننتبه على شغلة، نبقى نحجز الأماكن قبل بوقت، هيك شو حابين نحن نشوف نكون أخدين وقتنا، لأنه في أماكن ممكن بتسكر قبل الوقت ما بنعرف نحن، وفينا أكيد إذا موجودين بأوتيل أول ما منوصل نسأل عن هالأمور كلها، ناخد إرشاداتنا، ناخد وقتنا، نعرف هيك وين بدنا نروح وأي ساعة وكيف. حكيتكن عن لغة الجسد، أوقات عنا حماس فوق اللزوم، يعني لاحظوا بس نشوف شغلة واو شو حلوة، لا بدنا نشوف. أكيد نحنا منقدر الجمال، ولكن فينا نقدره على صوت واطي، فينا ما نبقى نحكي على السيلولار بصوت كتير عالي وكل الناس مجبورة تتسمع علينا، لا مش مفروض. كمان لما بفوت على محل رجاءً ما نفوت معنا أكل ولا خصوصاً آيس كريم، بدنا نجرب قدر الإمكان نخلص الأكل اللي عم ناكله أم الآيس كريم وبعدين نفوت على المحل. لما ندخل على المحل صباح الخير مفروض باللغة اللي بدنا إياها، في ناس قاعدة كل النهار ناطرتنا، يعني رجاءً قدر الإمكان نكون مهذبين معهم. ولما نطلع من المحل شكراً ونطلع من المحل. هيدي للشباب، لأنه بعض الأوقات الصغار أول ما طلوعهم ما بينتبهوا، بيفوتوا على نايت كلوب ممكن يكونوا طلبوا أي درينك وما بينتبهوا، بيروحوا يغسلوا إيديهم أم بيطلعوا شوي ما بينتبهوا، بيرجعوا بيشربوا دغري من الكاس تبعهم. هالشي مش مسموح، ما تتركوا كاسكن وين ما كنتوا. أنتوا موجودين؟ أوكي، بس تروحوا انتبهوا ما يضل وترجعوا تشربوا من زيت الكاس، ما بنعرف نحن شو رح يحطوا فيه وشو ممكن يحصل. كمان في شغلة صور، يعني الصور فيها تتاخد بشكل وين في قانون بيسمح لنا ناخد الصورة تبعنا. إذا القانون بيقول ما تاخدوا صور، ما ضروري نتخبى ونجرب ناخد صور إنه نحن عملنا شيء. على الإنترنت موجود كل شيء، وننتبه لما ناخد صور إذا في أشخاص ورانا يمكن هني مش حابين يطلعوا بالصورة. أنا بدي أتشكركن وبدي أتمنى لكم سفرة موفقة، ومنضل أكيد على تواصل.